أستاذ محمد حسن، رأيك بزيارة مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بأي منهجية راح يروح لها وهو يعني راجع ربما من زيارة كانت في طهران؟ طبعا هو احنا نتطلع على انه اي زيارة تقوم بها الحكومة العراقية ورئيس الحكومة العراقية لأي دولة كانت، سواء كانت دول الجوار، الدول الجوار الجغرافي أو دول اللاعبة الأساسية كالولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها، نتطلع أن تكون أن يحصل على العراق على ما يريد، وأن يعني يحصد العراق أكثر مما يعطي. يعني إحنا لنكون صريحين، معظم الزيارات التي يقوم بها الجانب العراقي أو الزيارات التي تقوم بها دول أخرى للعراق، العراق يعطي أكثر مما يأخذ. الآن نتطلع ونتمنى في هذه الحكومة أن يحصل تغيير في هذه السياقات أو في هذا التقليد أو في هذه الرتابة، أنه نتطلع أن ونتمنى أن العراق أو الوفد العراقي حينما يزور الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة كانت أن يأخذ أكثر مما يعطي. هذا هو المعيار على نجاح أي زيارة أو فشلها. أما ماذا سيحصل في الولايات المتحدة الأمريكية، فأنا أيضا أعتقد أن زيارة السيد الكاظمي للولايات المتحدة الأمريكية هي الأخرى سوف لن تخرج عن الإطار البروتوكولي لعدة أسباب، لعل من أهمها أن الرجل حديث العهد في تشكيلة الحكومة، ويريد أيضا أن يعرف العالم بما يمتلك من طاقات وقدرات، لذلك يقوم بزيارات تعريفية بشخصه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، طبعا الأمريكيين لديهم يعني أجندة واضحة تجاه العراق، تتعلق بتواجد الفصائل المسلحة التي تصنفها أمريكيا، تصنف أمريكيا ظلما وزورا على أنها فصائل إرهابية، ونحن طبعا كعراقيين حقيقة نعاني من هذا التصنيف الأمريكي للإرهاب. التصنيف الأمريكي للإرهاب ينطلق من مصالح الأمن القومي الأمريكي، لكنه ليس بالضرورة هو يصب في خدمة الدول. طيب، يعني نحن في العراق وفي لبنان وفي دول أخرى نعاني من هذا التصنيف الأمريكي الذي نعتبره تصنيفا يخرق السيادة الوطنية.